فيض الشموع. يا دهر تقسي على جنب شجاك ضيعتها وصرت ما عاد بهواك أفجعتها بهم هواك دن ما كفاك بأجواء يطبق عليها الصمت ويسودها الحزن، يتجمع أهالي كربلاء المقدسة ليل يوم عاشوراء، موقدين الشموع حول مرقد أبي الأحرار وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، في موروث سنوي يواكب مراسيم إحياء ذكرى واقعة الطف الخالدة الأليمة. يطلق اصطلاحا على شعائر العزاء التي تقام ليلة الحادي عشر من المحرم، ويجلس فيها الناس بعد غروب الشمس وينشدون المراثي الحزينة تقليداً لذكرى سبايا آل البيت، وتجرى عادةً بحمل الشموع في ليل مظلم بعد أن تطفأ جميع أنوار المدينة، استذكاراً بتشريد أهل البيت وعيال شهداء كربلاء في غروب ليل يوم العاشر، حيث بقوا مشردين من غير ملاذ ولا مأوى، تائهين في ظلمة الليل في صحراء كربلاء. النساء والأطفال والشيوخ والرجال اجتمعوا على مشاركة الحزن والحداد، وهم يحيون ليلة الوداع بعد أن ألقت العتمة بظلالها على الموقف الدامي الذي عاشه من تبقى من آل بيت العترة الطاهرة، حيث غيب فيها الحامي والراعي. ينعكس المشهد السرمدي الممتلئ بالمأساة في منطقة بين الحرمين والمخيم وعموم أزقة مدينة كربلاء، حيث تتصاعد تجليات اللوعة والألم الذي ألم بأتباع أهل البيت عليهم السلام، وهم يستحضرون بطقوسهم موقف السيدة زينب عليها السلام وهي محاطة بأيتام الشهداء وأراملهم، بعد أن أحاطت بهم براثن العصبة الظالمة من جيش يزيد عليه لعائن الله.
قطرات الدموع تمتزج مع المودعين، وهم يطوفون حول مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، كمجاميع وفرادى في خطوات مثقلة بالأسى تواسي آل بيت النبوة بذكرى الفاجعة التي ألمت بالأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. مشهد قل نظيره، اجتمعت فيه أفئدة وألسن من مختلف أصقاع العالم لتعبر عن مشاعرها، معلنة نصرتها للإمام الحسين عليه السلام وللإسلام ولكل مظلوم اقتدى بركب الحسين الشهيد، ليتصدى لكل طغيان أعمى واستبداد مجرم أراد سلب الحقوق وتكميم الأفواه. هكذا تتجسد لنا البطولة والصبر معا، فمثلما واجهت السيدة زينب سلام الله عليها مصابها تلك الليلة بقلب مطمئن خاشع صابر، وما الشموع المضاءة في هذه الليلة إلا قراءة روحية لتلك الواقعة الأليمة لآل بيت النبوة الذين اضلمت الدنيا في وجوههم وبقيت نفوسهم مضاءة بحب الله. فهذا النور الذي ينبزغ من خلال نبراس الشموع ما هو إلا تأكيد على تعاضدهم وتمسكهم لنور آل البيت في وحشة ظلام الجرائم. وإن لنور هذه الشموع المضاءة رسالة إلى أصحاب النفوس السوداء وذوي القلوب الأموية، مفادها إن المحاولات التي تسعى لإطفاء نور الله لن تجد طريقها إلى قلوبنا، فيأبى الله لنا ذلك ورسوله، فالله متم نوره ولو كره المشركون. إن هذه الشموع ما هي إلا علامة رمزية للأرواح الزاكية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الذين رحلوا وبقي نورهم يسعى بين أيدي المؤمنين لكي ينير لهم درب الحرية والعزة والكرامة. اشحال زيتنا بليلة الحادي عشر أرعب بعزها بلا ويلي نبهى الدهر. ليلة الحادي عشر من المحرم، كربلاء تلملم أحزانها وتوقد الشموع.